ليس منا من لم يعرف لكبيرنا قدرا. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ذهبت أدراج الرياح. لطالما بازمول الصغير هذا أحمد انتفخ رأس من يستمع إليه. لزوم غرز الكبار، الزموا غرز الكبار، عليكم بالكبار، عليكم بالكبار. فصار حربا على الكبار. وهكذا أيضا أمثاله كثيرون، كالأحمق الكبير، رأس في الحمق، ليس له نظير في هذا الزمان، ابن عطايا أسامة هذا الغر الجاهل. كذلك هذا ممن كان يقول بالكبار فصار يغمز ويتنقص الكبار، بل يريد أن يحاكم الكبار أيضا. كذب، كل هؤلاء كذب. لذلك إذا عارض الحق أهواءهم انتصروا لأهوائهم، انتصروا لأهوائهم. فإياك أن تغتر بهؤلاء.